لا صوت في عدن يعلو فوق صوت الانفجارات، ولا احتشاد يفوق الجنائز. أيام عصيبة تعيشه العاصمة المؤقتة، وترغم أهلها على التخلي عن رغبتهم المستمرة في الحياة وإعادتها إلى سياقاتها الطبيعية في مدينة البحر والجبل كما تكنى. يخرج الأهالي في جنازة واحد ممن تم اغتيالهم في حي المنصورة، فيدوي انفجار على مسافة ليست بعيدة. قالت شرطة المدينة أن التفجير ناجم عن عبوة ناسفة كانت بحوزة مطلوبين أمنيين كانوا في طريقهم إلى تنفيذ هجوم إرهابي قبل أن تنفجر العبوة وتودي بحياتهم. ووفقا لبيان أصدرته إدارة أمن المحافظة، فقد تزامن الانفجار مع سقوط قذيفة كاتيوشا بالقرب من سور اللواء الخامس. ذات المعلومات أكدت أن مكان الإطلاق أرض صحراوية فاصلة بين محافظتي لحج وعدن، ومنها أطلقت أيضا قذيفة أخرى باتجاه مديرية البريق أحدثت انفجارا قبل سقوطها في مكان خال من السكان وفق مصادر متطابقة. وكانت قوات أمنية عثرت منذ أيام على منصات إطلاق صواريخ في ذات الأراضي الصحراوية. قالت القوات إنها كانت موجهة صوب مطار عدن الذي تحدثت أنباء عن قرب استئناف الرحلات عبره، وفي ذلك دلالة على وجود قوى مؤثرة تريد إيقاف الحياة كلما شاءت السلطات استئنافها.